السلام عليكم. انظروا إلى هذا الجمال، الزهور من بستاننا كأنها خيمة وردية. الآن كالعادة أحضر بعض الطعام لجستينا. هنا زورة، الآن سأضيف الماء المغلي. هنا سمك بالسبانخ والبيض واليوغورت. هنا شمندر بالثوم ويوغورت أيضا، وكذلك هذا فواكه. بالقرب منا تقع المدرسة، واليوم هناك عيد انتهاء السنة الدراسية. نسمع غناء التلاميذ للنشيد الوطني الأوكراني. ربما سأعطي جوستينا اليوم. يذهبون إلى العيد. نرجع، سأعطي الخوخ الأملس. حسنا جوستينا، الآن أعطي لك أنا أكل روليني بالفطر. ما شاء الله أمي رائعة، حصلت أمي على باقة الزهور من جيراننا. ولكن هناك أشواك كثيرة. الرائحة قوية وجميلة. كما فهمتم نحن في المزرعة في بيتنا. الآن أمي كالعادة تطبخ. ماذا هنا؟ هنا بصل أخضر، تقليه أمي. أتوشى وبيض دجاج بالمايونيز. وهنا كواس نحضره من الزهور. كل يوم يجب أن نقلب مشات كوجندان. أمي كيف تفعلين ذلك؟ ياك تتروبش، ياك تمشايش. بكازت. انظروا، واو، هذا سحر. ثلاثة أربعة أيام بعد ذلك تسكب أمي هذا المشروب في الزجاجات وتضعها في السرداب لمدة بوهرب نسكيلك. إذا أردتم أن يكون المشروب أكثر غازيا فتنتظرون مدة أطول في السرداب في القبو تحت الأرض. يوتيتشكا، مرحبا بيكي. أصدقائي أحب هذه الجدان المطاطية. أضافت أمي البيض. بيض مسلوق بالبصل. غسلت أمي بعض الملابس لجستينا. جميل. الآن سأكل
حلو. واو، كذلك حضرت أمي شوربة الفطر. واو، واز حضرت حنطة سوداء. هذه شوربة. لذيذ وجميل. أصدقائي، يتساقط المطر. Часу немає. الآن نحن في فناء بيتنا. وجوستينا هنا في غرفتها. Дай. Кузя, дай. Ага, ты не дай, кажу, дай. Дай, Кузя, дай. Дай. Дай, кажу, дай. Дай. Дай, Кузя, дай. Юстинка. Молодец. أمي أعطتني الفراولة من مزرعتنا. بدأ المطر يتساقط من جديد. ترجع أمي من المزرعة. تعبانة. أمي تعبانة. تستريح. البعوض يهاجمنا. Турик, ти спати ми гарно. На шерсть він дивиться. Бачиш що, Юстинка? Ти бачиш, я пороху пороху в ниці. Іди. Акуратно бери під за лапи не бери, бо він. Не бию я лапи.
дмей комарів розганяє. А вже ж. Ну бува так. Маша, Алла. Веселий. Каусулькоза. Я не бачу. Так встань. Я на відео бачу. Кьомхі, яке біра! Алла, каусулькоза. Що в мене та? До маня в косі. Такий сир недорогий. Вау! Юзбіху каусулькоза. Аджмаль ва аджмаль. Юстя! Юстинка! Маша, так... Бірахми мін альматор. Накди бааз альвакт. Гуна філь хава італк. Машалла! Динка! Чистинка, що ти робиш? Машалла! يتساقط المطر وفي نفس الوقت الطقس مشمس. صباح الخير. هذه الزهور لكم. اليوم يوم السوق اشترت أمي بعض الفطائر. أمي هناك. لاحظتنا. نحن مع يوستينا نراقبها. أمي تنظف هناك. قبل قليل ستتناول جستينا الفطور. تصفيق تصفيق. سأريكم فطائر. هذه الفطائر بالخشخاش ببذور الخشخاش. وهنا فطيرة. هذه الفطيرة بالتفاح والقرفة. Ой, аж доскоче. Сміх. Ну як я? Дойте, ти як ямбу? Маша Алла, альям іхтарна газалян. Лежистина. أمي تحضر درني فطائر من البطاطس. ما شاء الله. إيدي دوت إيدي معنا إيدي إيدي دو معنا. قد بلاسي وابشا بيسكوب. لافاندا. لافاندو. أصدقائي هذا لذيذ. إذا أردتم أن تجربوا فيمكننا أن نصور وصف طريقة تحضير هذه الفطائر ونضيف إليها مايونيز أو قشطة حامضة. خلين دواتي. Ясніна, турі до Айдан. Маша Алла. Гуна ботата хульва.
رائعة. ترجع رايش للزراعة هذه بقايا. أتى أبي من السوق وأهدر لي جوستينا. تا يتصفح الإنترنت في هاتفه. أهدر لي جوستينا هذه اللعبة الجميلة. أنا جوستينا بطرسي. واو. О, бачу, що я хотів тебе. Мой. Вода туль фасулья. هناك ملصق ضد البعوض. أحبت يوستينا هذا المكان. سرير متنقل. Вони такі рогочні, олень. Умі вважадат айден газігіл хунфуса, іннага мудраджа фількітабіль ахмар лі Украния, фількітабіль ахмар хайаванат ва набатат яні мугаддада біль інкирад. ويجب أن نحميها. هذا صغير جميل يجب أن ننقذه. ستنقذه أمي. كذلك أمي قررت أن تغسل قليلا لأن الحرارة شديدة لكي يكون صحيحا وسليما. كانت تحت أشعة الشمس. يوستينا نائمة ونحن نأكل شوربة. هذا من مزرعتنا هذه الثمار. وكذلك أمي قطفت بعض الكرز. ألو أمي قطفت بعض الكرز. ما شاء الله جميل. أحب الفواكه والثمار اللوبية. يتساقط المطر. أصدقائي هذه آثار لطائرة مسيرة تم إسقاطها بالقرب من قريتنا. يجب أن نغسلها جيدا. هذه الأرجوحة مستخدمة ليوستينا. أمي تحضر شوربة بورش في هذه الطنجرة الكبيرة جدا.
من حضر بورش في بيته. اكتبوا لنا هل أعجبكم طعمها. هذا الكرز جمعته أمي في البستان في بستاننا. وهنا زوجي أهدر من بيته الجوز الشائع. وهذا من سويسرا هدية من قريب أخي من عفوا من قريب زوجي. تعجبني هذه العلبة الجميلة هدية لنا. هنا فراولة من مزرعة زوجي. خيار أيضا منه. واشترى تونة بعد التونة والحليب. وهنا جوبن لجوستينا. هذه الحلويات طلبتها يجب أن نجمدها في الفريزر بعد ذلك أن نأكلها. وأهدوا لنا إلى هذا الطلب هذه الحلوى أيضا. شريت هذه الشوكولاتة كان هناك تخفيض جيد. أردت أن أجربها منذ وقت طويل وحان هذا الوقت أخيرا. قطعة من الجبن في هذا المساء نأكل الكرز والفراولة. هنا فراولة ليوستينا. كذلك سنضع أجمل كرز. أجمل كرز. واو. أجمل كرز والفراولة ليوستينا. الآن سأشرب الشاي بهذا البسكويت من سويسرا. وتوجد هنا قرفة. وهنا فطر مجفف أيضا من سويسرا. أصدقائي هنا يوجد زنجبيل أيضا. الوقت متأخر ونحن ما زلنا نلعب. زنجبيل.